ننتقل إلى الجنوب وتحديدا إلى بلدة زبقين مع الزميل محمد فرحات. محمد، شو صار؟ كيف صارت الحرائق؟ هل تم السيطرة عليها؟ وهل وصل وزير البيئة لمعاينة الأضرار؟ نعم ليال، تحية لك وللمشاهدين. يمكن القول أنه بالفعل تمت السيطرة على الحرائق التي كانت مندلعة منذ ساعات الصباح الأولى هنا في عدة بلدات في قضاء صور. الحرائق امتدت على مساحات شاسعة خضراء، قضت على الكثير من الأشجار كما رأينا قبل قليل في بلدة المنصورة وفي بلدة زبقين وحتى في بلدة ياطر التي اندلعت منذ قليل فيها النيران، ولكن تمت السيطرة عليها منذ قليل. طوافات الجيش اللبناني ساهمت منذ بعض الوقت بشكل كبير في إخماد النيران هناك في بلدة المنصورة. بسبب وعورة الطرقات لم تقدر سيارات الدفاع المدني من الوصول إلى مكان اندلاع الحرائق، فعمدت طوافات الجيش اللبناني إلى الوصول إلى تلك المنطقة وإخماد الحرائق. الآن يمكن القول أن الحرائق تمت السيطرة عليها. الحرائق التي اندلعت منذ الساعة الرابعة صباحا تمت السيطرة عليها. الحالات الاختناق يمكن القول أنه تم تسجيل حوالي 10 حالات اختناق، ولكن بدون أي حالة حرجة. جميع الحالات تمت معالجتها ميدانيا، وحتى بعض الحالات استدعت التنقل إلى بعض المستشفيات والمستوصفات في المنطقة. الوضع الآن أفضل من ما كان عليه في الساعات الصباح الأولى. وصل منذ قليل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين إلى هنا إلى بلدة زبقين، كان في جولة جنوبية منذ ساعات الصباح الأولى، عاين قبل قليل بلدة المنصورة حيث كانت موجودة الحرائق. معليك أهلا وسهلا فيك. كنت بالمنصورة منذ قليل وشفنا الحرائق اللي عم تندلع من الصبح، خبرنا أكثر عن هذا. شوف، هذه موضوع حرائق الغابات والأحراج عم بتصير بشهر 10، صار في كتير حرائق. قدرنا ندارك أنه ما تتطور كتير مع الدفاع المدني والجيش ومع المتطوعين، لكن اليوم كان مفاجأة أنه هذا الحريق ابتدى بساعات الفجر الأولى. نحن من الساعة 7 عرفنا فيه، بلشنا نتابع مع الجيش واليونيفيل والدفاع المدني والمتطوعين. الرياح كانت عم تخلي يعني الجيش وطوافات الجيش وطوافات اليونيفيل ما يقدر يطلعوا، هلا طلعوا مثل ما تفضلت بتقريرك، ولكن هذا سببه الاهمال. يعني كل الحرائق اللي عم تحصل بالغابات ما انه سببها شيء طبيعي، هذا سببها اما اهمال او بعضها عم يكون متعمد. ضروري نحن نوثق ما يحصل، نشتغل مع الدفاع المدني مع القوى الامنيه، نعرف ليه عم بتصير هذه الحرائق، وبنحاول جهدنا يصير في وقايه من الحرائق الغابات. هذا دورنا كوزاره بيئه عم نشتغل عليه، نحدث استراتيجية الوقاية من حرائق الغابات ولازم نستمر فيها. طيب، اليوم نحن موجودين أمام وادي زبقين، هذا المكان اللي سوف يقال أنه سيصبح محمية. نعم. هناك الكثير من الأمور الشائبة بهذا الموضوع، بعض شفنا التكسير، شفنا كل شيء عم بيصير هون، خبرنا أكثر عن هذا الموضوع، هذا المنظر قد كمان حلو أنه نحافظ عليه. ضروري في مشروع لجعل وادي زبقين محميه منذ سنوات، تاخر عبر يعني الاجراءات الاداريه وصارت تصريف الاعمال، تاخرت هذا الموضوع بالوزاره. نحن مع الجنوبيين الخضر ومع البلديه عم نشتغل لنعجل بهذه العمليه. شو ابرز؟ ولكن في قضايا تتعلق بملكيات الاراضي وكيفيه يعني تنظيم هذا الملف ليروح على مجلس النواب. هناك طرح اخر بيروح على موقع طبيعي، هذا بيصبح موقع عبر مجلس وزراء. عم نشوف شو الخيارات، واليوم هي الزيارة كمان نشوف انه شو ممكن يكون الانسب، ولكن اهم شيء نحمي هذا الوادي، لانه هذا الوادي هو يعني ثروة طبيعية لزبقين وللمنطقة، ولازم نحاول كل جهدنا نحميه نحن والمجتمع المدني والبلديات الموجودة بلدية زبقين. محمد، محمد عم تسمعني؟ لو سمحت خلينا نستفيد من وجود دكتور ناصر ياسين حدك، بس لنسأله، خصوصا أنه زيارته كانت مقررة قبل اندلاع هذه الحرائق. اليوم أداء ممكن الحديث عن ارتباط أو افتعال هذا الحريق، أولا تزامنا وهذه الزيارة، وثانيا مع قبل يعني بعد أيام قليلة جدا من سحب التراخيص للجرف في وادي زبقين؟ نعم، الزميلة ليال سعد من الاستوديو عم تسأل انه زيارتكم كانت مقررة من قبل. نعم. برأيك اليوم الحرائق هل هي ما مدى ارتباطها اليوم بالزيارة تبعتكم لهون، وخاصة مع رفع الأذونات جرف الأراضي بوادي زبقين؟ لا أظن مرتبط، يعني بننطر كمان نشوف تحقيق يعني سبب الحريق، لكن الحرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي لهذا الوقت من السنة، سرعة الرياح كتير قوية والطقس ناشف. للأسف
للأسف الرياح ما خلتنا نقدر نسيطر، يعني عم بيحكي الجيش والدفاع المدني والمتطوعين يسيطروا على الحريق. على الأرجح سببه يعني حريق طبيعي، مش طبيعي، لا حريق يعني بمعنى إهمال معين. بدنا نشوف شو أسبابه، هل هي من مكب أو من أسباب أخرى وصلت وامتدت جنوبا باتجاه صدقين. نحن عم نحكي عن هذا الموقع، ويعني بنحاول جهدنا نحمي هذا الموقع من أي ضرر. شكرا.